Colombia. منتم كفوا للملابس اللي انتم لابسينها، الفنايل هذه المفروض ما تكون عليكم، انتم دمرتوا تاريخ الكرة. بس يا ابو طارق الموضوع اقول بس ولا كلمة. صدقت نفسك يا غوارديولا؟ ترى ابو سامي واصل تلمعك منك ومن خرابيطك واستراتيجياتك وتكتيكاتك اللي زي وجهك. نبي نتائج، اسمعوا بليزكم، 5 مباريات وكلها هزايم مذلة. هزايم بمنهجية. اسكت ولا كلمة. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك؟ تركي خير ان شاء الله، وش تبي؟ انت طلبت اني اتصلت علي وجيت. اطلبك وش ابي فيك؟ حالك لا يمكن في حاجه ضروريه ولا شيء تبيني بسرعه وجيت. يا اخوي انه في حالك ترى، انه في حال هالفريق اللي عايز يفوز يا اخوي. يا اخوي اذرف عني. العب روح كبوت. ابي 2 نشاط. ها ترى مستواكم سيء يا ابوي. وش ذا حظ؟ اي حظ يا ابو حظ انت؟ احنا يا ابوي ملوك الفلوس. ما اقصد كنت انت درج من يومك، حتى يوم لعبنا مع بعض انهزمنا، انا اقصد عامر قايم حظه. لا تحطه بالحظ، تراني جالدكم من اليوم، بلوت بلاي ستيشن واخرتها كسرت راس شكش. يا ابوي انت ترى مستواك معدوم ودائما تنهزم، دحين قايم حظك شويتين، انت لو تلعب مع انبوبه الغاز برضو تفوز بالحظ. شفت؟ ما قلت لك انه حظ؟ من متى عامر قايم من حظه وقاعد يصقع فيكم بلوت وبلاي ستيشن؟ يا رجال ما له الا اسبوع قايم من حظه، ما اخذنا في الداري رايح راجع. عندي لك واحد محظوظ حظه يمشي 3000، لو تلعبوا مع بايرن ميونخ، برشلونه، ريال مدريد، صدقني بتصقعونهم زي الالف. تقول صادق؟ وينه؟ انت متأكد انت؟ ايه متأكد يا ابن الحلال. جبه معك بكرة ابي اشوفه، ضروري ضروري. سامع؟ اسمع، شغل حبال ومطامر واستراحة وبلاي ستيشن هذا خله على جنب، الحين بنروح تبي تثقل وتعرف تتكلم زين. طيب يا حبيبي لا تسوي لي فيها انك تعلمني علوم المرجلة، ترى انا عارفها وخابرينها. يا حبيبي هذولي ما مروا عليك اساسا، هذولي شيوخ، لازم تكون ثقيل عندهم وراك انت. يعني اني مخاوي الشيوخ وحركات؟ ترى مردك الكفتة. جاب طالع هستيمة هنا وراك انت. حبيبي فهمني، الله يصلحك، هذولا لو حبوك وعجبتهم راح يجيك ويجيني خير واجد. يعني انت جايبني علشان مصلحة؟ ايه مصلحة. حكم حكيم، صن فن، اشكل تمشكل، مية يا خوي. تسلم لي. شلون ما كان الظهر الحين؟ ما نمت الا الصبح، كنت مواصل وطلعت اخلص اشغال اهلي. طيب ليه ما نمت الا الصبح؟ ايش عندك اخر الليل؟ داشر؟ ايه لا تستهبل، اصلا الحين انا صرت من طبقة مختلفة. اي طبقة؟ طبقة ما تحلم فيها، لا انت ولا انت ولا انت. افا طارق يا ولدي، وش فيك زعلان؟ محمد دائما يهزمني بالبلاي ستيشن وتقطق علي. ما صار الا خير وين ابوك؟ لا تخاف اطمئن، الحل عندي ان شاء الله. السلام عليكم يا رجال. عليكم السلام. يا هلا والله وسهلا، يا هلا بالرفيق. قم اقحص، قم ادرف هذا، تعال استرح. اسمع الليله نبي نكسر روسهم تكسير. وشوف هذا ابو علي جايبه من المزاحميه مخصوص، نبي نجلدهم جلد. عفا عليك ابو علي جاي من المزاحميه، مالك الا قوه تكسير روس مثل ذاك اليوم، قوه تكبيت. هي كفو، قل لي انا ابيك اليوم تفضالي تصير نشيد. ابشر بعزك. الو هلا يبا سم، انا عند جماعه مشغول شوي. سم ابشر ابشر يبا.
أقول لا تقول إنك بتمشي. الوالد يبيني أجيب له أغراض ضرورية وما في إلا أنا. والنعم فيك والنعم في الوالد، وتراني أفرح للشباب اللي مثلك اللي يبرون في والديهم، لكن أنا عندي لك حل جيد. يا نسيم تعال. هذا سواق جيد ويدل في الرياض زين ما زين، بلغه وش طلبات أهلك ووصح عليهم ولا تشيلهم. ما يحتاج طال عمرك. لا لا يا أخوي، وش اللي ما يحتاج؟ أنا أصلا ما بيه ما بيه ما أحتاجه، خذه معك. أجل دام كذا تعال يا نسيم أعلمك وين تروح. أسمع يا أبو النسب، أبغاك تروح للبيت وتخلص أشغال أبوي كلها، بعطيك رقمه ويرسل لك الموقع، وأبغاك تأخذ ملابسي توديها المغسلة غسيل كوي مستعجل، وتأخذ اللابتوب حق مها وتصلحه. في نفس الشارع في محل شاورما البطلة، تجيب لي 3 شاورما شطة كاتشب مايونيز، تجيبها برا وتدق علي، لا تعلم أحد، أوكي؟ اذبحونا بالمفطحات ذولي، يلا بسرعة. ها بشر، علمتها خلصت معه؟ إيه طال عمرك. زين. أجل بعد هالصكة ذي وتكسير راس أبو علي بنروح نياك البيت. هيا كعفو يا بطل، أتحداك الهدف البطل. طارق بشر 7-1. الله كفو كفو يا عامر. صباح الخير يبا. أي صباح، إحنا الظهر الحين. تعرف يبا سهران طول الليل أشغال. هذه إنك ما تجي إلا عقب صلاة الفجر، تجي تسحب سنك بس، وين تسهر فيه؟ ومنهم الناس أن تسهر معهم؟ لا تبلشنا فيهم وتبلش نفسك. إيش دعوة؟ اللي يمشي معهم ناس نجاويد مثلك وشروات، بس بسألك كيف السواق نسيم معك؟ نسيم يا وليدي أبرك منك، رجال مطيع، أطلع أنا وياه من الصبح، نروح نخلص كل أشغالنا، ونروح نتمشى أنا وياه ونوسع صدورنا ونجي للبيت. كفو والله. وش ذا؟ هدية بسيطة لأخوي. أخلص وش عندس؟ تكفى دبل شغل. لا يا شيخة، شايفتني خدمة دنية أنا؟ وأنت الحين صاير من أصحاب علية القوم. صحيح، بس هذه مجرد صدقات عابرة ومصالح متبادلة تنتهي في أي وقت. والله ما أدري وش يبون في الخشة. وشو؟ لا ولا شيء، يعني أقصد خلاص أنا طفشت من جلسة البيت، دبر لي شغل. خلاص، بس على حسب ذا الحلا، إن كان طعمه زين أبشر بعزس. سمي با. بسم الله. ها كم تعطيه تقييم؟ والله يا ابن الحلال أعطيه 7/10.8. يعني تعطيه لايك؟ أقوى لايك وسكسك رايب. أجل ابشري بالخير، بس اسمي أبيس الساعة 11 تدقين علي، تقدين تبكين كذا وتسوين حركات دراما، أوكي؟ وليش إن شاء الله؟ شايفني مهبولة؟ ما هو بمهبولة، بس سوي اللي أقولس عليه وابشري بالخير. العب عفو يا خوي. النشبة دايبي يا أخوي، يلعب دقيقة. هلا مها، وش فيس؟ طيب بشويش عشان أفهم يا مها. أنا مشغول عند جماعة، بعدين نتفاهم بالبيت. أقول لس مشغول. خلاص إذا جيت أنت فاهم. لا تصحين أنت، لا تصحين. يلا مع السلامة. خير إن شاء الله، حسب إن شاء الله. مشاكل عائلية في البيت. الله ييسرها إن شاء الله، الله ييسرها. العب. لحظة قاطع، سجل عليه وحش. ايش قاعد تسوي؟ ايش فيك؟ هذه ما هي بوصول اللعبة، شلون قاطع؟ لا بس طال عمرك ما كنت مركز. ما كنت مركز؟ قم مشينا. ابغاك سم. اختي يا طويل العمر متضررة اقتصاديا ونفسيا وتحتاج وظيفة. عفر هذه السالفة بس؟ عفا عليك بس، تامر امر اختك وانت مثل اخوي بعد. انا بعطيك أسماء شركات لست كاملة، تختار منها أختك اللي تبي تتوظف فيه، ومن العين هذه قبل العين هذه. بس طال عمرك ما ودنا نحرجك وكذا يعني. لا وش دعوة، أقول لك أنت أخوي وهي مثل أختي، أفا عليك بس. أجل بنت عمي خريجة علم نفس. وشو؟ أقول نلعب بلوت. اقعد سم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. استريحوا. سم. ما شاء الله عليك يا عامر. نسمع عنك الخير، وشلونك؟ الله يسلمك. سمعنا انك انت ولحظ اصحاب يا عامر. هذا بفضل جهودكم الله يحييك، وتعرف يعني. ايه سلامات يا طويل العمر، انا عامر ويسموني عامر ابو حظين، هذا ما له دخل. طيب يا ابو حظين وش تشجع؟ اشجع المنتخب. يا اخوي كلنا نشجع المنتخب، ما هو بنت لحالك. انا اقصد من الفرق، من الانديه، وش تشجع؟ اي نادي؟ بصراحه من زمان ما حضرت في الملعب، لكن حاليا
أتابع الـ NBA. الـ NBA وش ذا؟ دوري كرة السلة الأمريكي. كرة السلة الأمريكي ما شاء الله. وهالحين هالحين وش تشجع؟ أشجعك أنت وأبو طارق والسواق نسيم. بارك الله فيك. خذها وره الملعب من داخل، وره مرفقات النادي. إيه تبي تصرفنا؟ يلا مشينا. شو الخبل اللي انت جايب ذا؟ الله يهديك يطول في عمرك، لا يهمك هباله وشخصيته، انا جربته في كل شيء، في البلوت وفي ذا اللي يسمونها بلاي ستيشن، اموره طيبه وما عمره ما شاء الله عليه انهزم ابد، دائما يفوز. وين لقيته طيب؟ يا اخي العب العب شوت يا تلقى اي مجال كذا وعاش المسامي ايوه وعاش المسامي ايوه وعاش المسامي ايوه وعاش المسامي ايوه حي المسامي ايوه روح يا ابو سامي ذا نكبه يا ابو سامي ما راح حد يشوت غير هذا لا لا طال عمرك بشرب الخير لا هذا جيد وما دام معنا ذي بشرب الخير انا بشرب الخير يجيبها ان شاء الله اي لا يجيبها يعني. تابع تابع طال عمرك تابع بس الله شرفونا يا هلا والله وسهلا كفو الشغل اللي انتم سويتوه اليوم كفو مية كفو اي هذا اللعب هذا الاجتهاد اي وابو سامي لعلمكم مبسوط منكم على الاخر ولانكم فزتوا خالفتوا كل التوقعات ابو سامي بضاعف المكافأة وإذا فزتوا بالمباراة الجاية بنضاعف المكافأة بس خلكم على وزنية ذي لا حد يحلق شعره يا أبو طارق لو أخدت بالك النهاردة من طريقة اللعب والخطة مختلفة تماماً أقول ما ودك نروح نلعب صكة بلوت إلا طال عمرك نلعب صكة بلوت بس ما ودك أهز أحد منهم لا 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 شو تعب والله يا دينوية اليوم فرح ولا ذا الأقرع لا 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 اترك حق بعدين بعدين تكفى خلنا هزا لا 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 حتى أبو شعر ناوي بس بعدين يلا 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 أشواي لا 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 انت بصراحه ما شاء الله عليك انسان جدا رايق وطالب ابيك تفضي نفسك علشان نشوف شغلنا ونشوف اللي لنا واللي علينا اي ما شاء الله عليك بس انت مجتهد طالب كابتن وحيد ايش اللي مضايقك الحين الحقيقه ان ما فيش حد حتى بيقول لي كلمه شكر بعد ما غيرت الفريق ده 180 درجه وكل الفضل رجع للي اسمه عامر انا ما اعرفش عامر ده جالي منين العب انت يا كفتة الطويل هذا هلا بالعيال مرحبا باللي جاء يا مرحبا باللي جاء باللي جاء وحشتوني يا شيون الله يسلمك حبيبي تفضل تفضل هيو يا ابويا كويس عرفت الطريق احنا قلنا بوس الواد شكله نسي مكان الاستراحة عفو عليك يا شكوش مبان اللي اترك اخوياي يا عيال والله وحنا نسينا ناخذ القطيه منك يا عامر وش قطته يا كفته خلاص من اليوم ورايح ما في قطه انا بسدد اجار الاستراحه اطنخ يا عيال وبغير المراكب وبغير الاثاث واللمبات وكل شيء بوب بوب يا واد والله انك كفو بس تعال يا عامر الحين وش شغلتك بالضبط انا اشوفك دايم مرتز في المنصه جنب الرئيس حقكم ذا عفو عليك من يوم ما ارتزيت في المنصه يا عيال وما في الا تدعيس في الدوري حقهم طيب
طيب يا اخي يا عامر خلينا نجلس معاك في المنصه. عندي لكم شيء اطلق من المنصه يا عيال. ايش هو؟ رئيس النادي يبي يروح رحله استجمام خارج المملكه، وقلت له ما في روحه الا معي اخوياي حقين الاستراحه. بالله عفوا عليك، انا ما انساكم يا شكوش، محفولين مكفولين، جيبوا ملابسكم بس. والله كفو عليك يا عامر، طول عمرك وفي. ها تروح معنا يا تركي؟ افكر واشوف. اقعد اجلس بالرياض. اول حاجه انتوا عارفين ان مباراه الديربي قربت. مش تبي بالضبط؟ في كام لاعب بيقول ان رواتبهم اتاخرت. ها هذا انا بقصرنا بعد، ما قصرنا بالمكافئات وما قصرنا بالرواتب، وش هالطمع هذا كله؟ انا اللي يهمني ان الفريق كله يكون جاهز نفسيا وذهنيا وبدنيا واجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وعرفيا وكل شيء. لا لا حضرتك مش واخد الموضوع بجد يا ابن الحلال. شوف اي لاعب ما هو بجاهز خليه يروح لبيتهم، المهم يكون عندك في الملعب 11 لاعب. لا 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 ابو سامي، الموضوع ما تتحلش بالطريقه دي خالص خالص خالص. احنا عندنا 11 لاعب برسم عليهم خطه وتكتيك معين للاعيبه اللي في الملعب عشان تنزل تعمله. والله الرجال مصدق مره. ايه معتبر نفسه مورينيو البديعه. مورينيو البديعه. لو سمحت ما احبش حد يقلل من شغلي، مش كفايه ان انتم مش بتعترفوا بفضلي؟ اي فضل، حنا يا ما اكلنا خمسات واربعات، اكلناها من ورا خرابيطك ومن ورا تكتيكاتك هذه اللي تقول عليها. انا ما اسمحش بالكلام ده، انا هستقيل حالا حالا هستقيل. ارجع يا وحيد، ارجع ارجع ان قلبي يتقطع. ارجع يا وحيد. المهم يا ابو طارق، شغلنا واحد نرتز في الملعب على انه مدرب وتركنا من هذا. المهم المهم وهم شيء وهم واحد يكون موجود عامر، لان اللي راحكم والدربي اللي جايكم ثاني. ابشر طال عمرك. عندي وانا ابو هندي. من بعد ما افتتحوا العروبه راحت على خريص الزحمات. يا ولد يا ولد خليك كان اجيب. وش صار؟ هد هد اعصابك يا طويل العمر، انا دقيت عليه مره مرتين وعشره ما يرد، اخر مره شفاه قبل شوي. يا اخوي دق عليه 20 30 مره، قص علي دق عليه، انا كان ابيه يقعد عندنا لبكره، لين بكره الديربي يفهم. اهدى يا ابن الحلال وراك ضون شابه، ان شاء الله ان شاء الله، بس انت اهدى هد اعصابك. اخلص دق 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 عليه اخلص. ان شاء الله ان شاء الله طويل العمر. النشبه دايبيك، النشبه دايبيك، النشبه دايبيك، النشبه دايبيك، النشبه دايبيك. النشبة دايبيك. يعني ما في عمل يطلع؟ شلون يطلع؟ عجزنا عجزنا يا ابو سامي، ما نقدر، الرجال ملفوف لف، تقول كنا موميا، ما نقدر نجيبه. المهم تصرفوا، تصرف يا ابو طارق باي شكل تصرف. انت عارف ان هذا ديربي؟ ديربي عارف يعني وش معنى ديربي؟ ان شاء الله طال عمرك ان شاء الله. شوف 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 ابو سامي وحيد السبه اشفع معهم. اما معهم شكله مصدق انه مدرب. اي ويحسبون تكتيكاته وخرابيطه هي اللي غيرت الفريق. اجل توها تكمل، عصفورين بحجر، نفوز عليهم ونطقطق على تكتيكاته. ما في مباراة ياب. الحظ مستحيل يغلب التدريب والمجهود، التدريب والمجهود، التدريب والمجهود. اركض بديتي. احنا شباب.